بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكير عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دورة رازور بيج. إذا ذكرنا في الدروس السابقة، الدرسين السابقين، الأس بي بيج وأس بي فور، وهي عبارة عن تاج هيلبر. اليوم سنتكلم على أس بي روت، وسنذكر سنعمل مثال، ولكن سنذكر ايضا اكشن و اكشن وكنترول. من اخر ما قمنا به كما قلنا على مستوى الاندكس، تكلمنا على هذا، تكلمنا على الاس بي بيج، وايضا في الدرس الاول تكلمنا على اس بي فور. نرجع مثلا، نريد أن نضيف زر، هنا، وهذا الزر سيقوم بعمل go to about. إذا عندي زر submit سيقوم ب redirection، سيذهب إلى صفحة about. أوكي، إذا عملية redirection ذكرناها عدة مرات، وقلنا أن redirection تكون إما بالجافا سكريبت عن طريق documentation location، وايضا عن طريق ال HTML عندما نضيف باليز اشرف، ايضا عن طريق، تكلمنا ايضا في الدرس السابق على اسبي بيج انها تفتح في الاشرف، لكن بدون اشرف يعني، فقط ال A وعمليه اسبي بيج ونحدد الصفحه. اوكي، اذا هنا سنفتح يعني ريدايركشن، اذا ضغط على هذا الزر او هذا اللينك سيفتح هذه الصفحه او هذه الصفحه. إذن نستطيع أيضا كما قلنا HTML، وأيضا بواسطة الجافا سكريبت، وأيضا بواسطة هذا الكود الجديد لرازور بيج، وأيضا نستطيع إضافة بالرازور سانتاكس، يعني نضيف إنشاء اللينك بواسطة الرازور، لكن لم نتكلم بعد على رازور سانتاكس، لذلك سنترك هذا لاحقا. لكن نفس الشيء يعني، فقط عوض أن نكتب هكذا الكود، يعني ننشئه برمجيا عن طريق سانتاكس رازور. ايضا نستطيع عمل ذلك بواسطه السي شارب. اذا بواسطه السي شارب كيف يتم ذلك؟ كما قلنا ان رازور بيج سيجمع ما بين الام في سي وايضا الويب فورم، يعني عنده تعليمات، احيانا سيقبل الام في سي ويقبل يعني نستطيع كتابه اكواد الام في سي، ونستطيع ايضا كتابه اكواد الويب فورم، ليس كلها لكن هناك بعض الامور. مثلا هنا عندي index، عند الضغط على هذا الزر سيعمل submit. submit لأن هذا الفورم عبارة عن post. مثل في الويب فورم نستطيع أن نكتب redirect. response redirect ونحدد اسم الصفحة. مثلا هنا انا في صفحة الاندكس اريد الانتقال الى about، ساحدد اسم الصفحة بدون extension، يعني بدون لاحقة، بدون CHTML، يعني هكذا مثل الاكشن في ال MVC. سنجرب الان، عندي زر go to about، عند الضغط عليه سيذهب إلى صفحة about. okay. نستطيع أيضا كتابة كود آخر اللي هو موجود في ال MVC عن طريق redirection to root، ونعطيها root، لا نحتاج إلى parameter، ولكن هنا سنحتاج إلى أن تكون هذه الميثود عبارة action result. هناك خطأ، لماذا؟ لأن هذا ليس action وإنما اسم صفحة، وإذا ما تعاملنا بهذا الشيء فلابد أن يكون هناك كنترولر، يعني هناك روت، لابد من أن أضفنا إعدادات الروت هنا، لذلك لن تشتغل هكذا، كيف فقط
أردت أن أذكركم أن نستطيع عمل redirection بواسطة كود سي شارب، وكما قلت أن رازر بيج سيقبل إضافة كنترولر، وبذلك نستطيع إضافة الأكشن الكنترول نيم إلى آخره. نذهب الآن إلى الدرس وهو ASP root. إذا نريد في صفحة الهوم أو الماستر بيج، عفوا الهوم هي أندكس لكن الماستر بيج، في ماستر بيج هنا نريد أن نضيف ASP root. هذا الأس بي روت سيسمح لي بإضافة بارامترات إلى الأس بي بيج. إذا عندي about مثلا، صفحة about، أريد أن أرسل إذا كان مثلا اي دي، إذا كان اي دي المستعمل، إذا هنا سأضيف اي دي. إذا هذا عبارة عن داتا يعني تتغير اي دي، أي شيء يعني أي حقل تريدون، أي اسم تريدون إضافته تضيفه هنا، ثم تعطيه اي دي مثلا 5. الآن كيفية استرجاع هذا الرقم 5 كبارامتر، يعني كنا في السابق نعمل هكذا اي دي 5، لكن هذا لا يشتغل الآن لأنه هنا يريد اسم الصفحة ولا يقبل البارامترات. اوكي، إذا سنمر عن طريق ASP root. قبل الخط لتفتح الفكرة. إذا هنا اسم الصفحة وهنا البارامتر الذي سيدرج في الـ URL. اوكي، إذا كيفية استرجاع، نذهب إلى about لأنني حددت قلت about، نذهب إلى الجيت في هذا الأباوت وأقول له request، يعني هو query string. إذا نستطيع استرجاعه عن طريق مثل ما نعمل مع الويب فورم بالquery string، ونكتب مثلا string id يساوي إلى query string id. أوكي، لكن أنا أريد أن أعرضه في الصفحة، لذلك لا أعمل نقطة توقف، يعني عوض أن أعمل النقطة التوقف سأضيف خاصية اسمها id. إذا this id، وهنا أصرح بخاصية public string id ما دام خاصية. إذا get set، هذه الخاصية سأعمل لها binding في الصفحة مثل ما عملنا في الدرس السابق. model id، سأضغط على هذا الزر للتنفيذ وسيفتح المتصفح وسيعرض صفحة index مع الزر، ليس زر about. هنا اختفى المنيو، هنا خطأ. المشكلة في الكاش، اعمل refresh. والآن عند الضغط كما تلاحظون نتحصل على قيمة البارامتر الذي أرسلناه هنا. إذا كيف نعمل نفس الشيء بطريقة أخرى؟ نذهب إلى about، عوض أن نستخرج البارامتر هكذا عن طريق request query، فنعمل binding مع البارامتر. كيف يتم ذلك؟ عن طريق الannotation اللي هي binding parameters أو parameter، عفوا لأننا عندي واحد فقط، ثم أقول له أن ال get supported support get true، أي أننا نستطيع استرجاع البارامتر من ال URL. إذا هنا سيعمل binding مباشرة مع البارامتر الذي أرسلناه في الكويري string. إذا لا داعي لهذا الكود، مباشرة عندما يستقبل بارامتر عن طريق هذا البايندينج سيدرج القيمة الفاليو رقم 5 في هذه البروبرتي الخاصية ID. نعيد التنفيذ. عند الضغط على هذا الزر سيرسل 5 كبارامتر، وعملنا binding. وبما أننا نعمل عرض لهذا الـ ID عن طريق الرازور model ID، استرجعنا قيمة الـ ID. أوكي،
إذن هكذا استرجعنا قيمة البارامتر بدون تعليمة الكويري string أو request query مثل ما نعمل مع الويب فورم. إذن هنا تخص هذه الطريقة تخص الرازور بيج. أوكي، إذن نرجع إلى نوقف صفحة اندكس عفوا أوكي هنا. إذن هنا استعملنا ماذا؟ ASPI root ثم أعطيناه ID. نستطيع أيضا إضافة name، يعني كل الخاصيات أو البارامترات التي نريدها، لكن هناك تعليمة أخرى إذا ما كان عندي عدة بارامترات نستطيع كما تلاحظون هذه كل التعليمات للأسبي اللي هي عبارة عن tag helper. من بينها هناك أين هي root all، أين all root. أوكي، وهذه تقبل object. عندي مثال أبحث عن مثال. هذا هو المثال. إذا كان عندي بارامتر يحتوي على مجموعة من البارامترات، ننشئ ديكشنري عن طريق الرازور بيج أو الرازور سانتاكس ونرسله في الخاصية اللي هي ASPI all root data، ونرسل لها هذا البارامتر الذي يحتوي على مجموعة من البارامترات. إذا نستطيع تمرير واحد بواحد أو نمرر بلوك لبارامترات في شكل ديكشنري. هذا عن البارامتر. الآن ماذا قلنا؟ أيضا تكلمنا على الروت، تكلمنا على الأول روت داتا، والآن أكشن وكنترول. أيضا نستطيع مثل الأسبي بيج هنا نستطيع عمل أسبي كنترول ونعطيها اسم الكنترول، مثلا الكنترول هو هوم أو ماستر. وعندي اكشن او اكسيون هي اندكس. يعني عندما نتكلم على صفحات رازور سنكتب عن طريق ASPI page، لكن عندما يكون عندي كنترول كما قلنا ان في البروجكت هذا نستطيع اضافة كنترولر. اذا ما كان عندي كنترولر ونريد الوصول الى اكشن معينة موجودة في الكنترولر بنفس طريقة الـ MVC سنستعمل هذه الطريقة، لكن بالطريقة العادية يعني مع الرازور بيج سيكفينا التعامل مع الرازور بيج ولا داعي لطريقة الـ MVC. أوكي، تجدون الشرح للأكشن كنترولر يعني في الدوكيومنتاسيون الخاصة، تجدون الشرح لهذه الأدوات، لكن لا نحتاجها هنا مع الرازور بيج لأننا نستعمل الطريقة العادية ولا نحتاج إلى كنترولر. إذا ما احتاجنا كنترولر هنا يستلزم علينا استعمال بعض الأمور الخاصة بالMVC. هذا كل شيء في درس هذا اليوم، أتمنى أن يكون واضح. إلى درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.